والله متابعين بهاي الاجواء الممطره اليوم انا وين حبيت اتسحر؟ حبيت اتسحر بمطعم جنه. تعالوا خلينا نشوف شنو يقدمون من وجبه سحور للناس. تعالوا خلينا نجربها انا وياكم سوا. تعالوا خلينا نشوف مطعم جنه من الداخل. شكرا حبيبي عاش. شوفوا لي المطعم من الداخل، واحلى شيء بمكانات مخصصه هناك للعوائل وبمكانات هنا مخصصه للشباب. تعالوا خلينا نشوف وجبه السحور اللي يقدمونها شنو. شوفوا لي هاي وجبه السحور مالتنا. اي شغله انت راح تخلصها من وجبه السحور تقدر تروح تجيب من عندها من ناكه اللي يعجبك. بصراحه كلش عجبتني هاي المائده واللمه الشباب الحلوه اللي قاعدين هنا دا يتسحرون. شباب شلونكم؟ بالله عليكم على منو العزيمه؟ بطل والله بطل. لعد اليوم انا هم على حسابك حبيبي، خذ مكاني. الله يديم اللمه عليكم والله يديم الفرح ان شاء الله يا ربي، والله يحفظكم ان شاء الله. يعني بصراحه قبل لا يقول امساك المائده تفتح الشهيه. يعني بصراحه انا هسه شبعت والله العظيم، بس انه اباوع على الاكل اللي مخلينا راسا تشبع. يعني بصراحه هنا السحور مالتهم يفتح الشهيه ويخليك انه تحس انه رمضان كلش حلو. تعالوا هنا وما راح تخسرون ابد. خلينا نقول بسم الله ونضوق القيمه ويا البيض.